أن قوات الاحتلال التركي قصفت بالمدفعية قريتي تل اللبن والكوزلية الواقعتين جنوب الطريق الدولي انفور غربي بلدة تل وقرية أم الخير إلى الشمال الشرقي من البلدة ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال التركي والإرهابيين المدعومين منها والقصف المستمر من قبلهم للمناطق السكنية بريف الحسك الشمالي والشمالي الغربي ادى الى شلل شبه تام في الحياه اليوميه للاهالي واشاع الذعر والخوف بين المدنيين اضافه الى الاضرار الكبيره التي وقعت في البنى التحتيه والاراضي الزراعيه في تلك المناطق